يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ابنتي الصغيرة تسأل دائما لماذا لا نرى الله في الدنيا، فما أحسن إجابة لها حيث إنها صغيرة؟ لله، لأن اسمها ما تقدرين على ذلك، تحترقين، فالمخلوق لا يقدر على رؤية الله في الدنيا، وأما في الآخرة فإن الله يعطي المؤمن القوة فيرى الله عز وجل. نعم.